السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم ميني طارت يعني بالكريمه، يعني الكريم باتيسير وبتفاح معسل، كيجيو زوينين بزاف وسهلين. هنا في المكونات غنبدا لكم يعني بالعجين، العجين ديال الصابلي اللي كندير. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده، الزبده اللي استعملت انا حيوانيه، درت معها واحد شويه ديال الملحه. هنا غادي نحتاج دقيق، انا عابره هنا 250 غرام. غادي نذكر لكم في التالي شحال دخل لي: نص كاس العلبه ديال السكر، السكر كلاصي، معلقه ديال الزيت تكون كبيره، معلقه ديال النشا تكون كبيره، وحبه ديال البيض تكون يعني صغيره. بالنسبه للتنسيم نسمو باش ما بغيتو، مبشور الحامض او هكا، انا غندير غير يعني غير السكر بنكهه الفانيلا، وواحد راس معلقه ديال خميره الحلويات، غير راس معلقه تقريبا واحد 2 غرام. هنا غادي نخدم الزبده والسكر معاهم، داك القبصه ديال الملح ضروريه. بغيتو ديروا السكر ثاني ديروه، ماشي مشكل، حتى هو شي مره كنديرو كيجي مزيان. ايوا بالسكر كلاصي يعني كي يعني كتجيكم ديك لاباط كتجيكم يعني ليس، دغيا كتسرح، كيجيو جوج حبيبات السنيده باينين. انا غنضيف معلقه كبيره ديال الزيت، الا استعملتوا الزبده ديال العلب ديروا جوج معالق كبار، يعني تقريبا غادي تجيكم واحد ما كاملاش نص كاس. هنا الزبده الاخرى ديال العلب كتكون نباتيه، يعني ما فيهاش بزاف ديال الدهنيات، اما انا استعملت زبده حيوانيه، درت معلقه واحده ديال الزيت. هنا حبه ديال البيض كما ذكرت لكم تكون من الحجم الصغير، ولا عندكم كبيره يعني غادي تطربوها واحد شويه وديروا النصف ديالها. انا كنخدم غير بيدي، بغيتو تخدموها هكا يعني بالطراب اللي بغيتو. هنا وضعت الفاني ومعلقه ديال النشا، صافي. غنبدا نضيف الدقيق والخميره كما ذكرت لكم غير راس معلقه، وما بغيتوش ديروها ما ديروهاش اللي بغيتو. العجين ديال الصابلي دائما كنجمعوه بصبعنا، كتبقاو معاه بشويه بشويه حتى كيتلم ليكم. هنا رشيت داك راس معلقه ديال الخميره وغادي نكمل الدقيق. انا غنذكر لكم في التالي شحال دخل لي. صافي البنات، هنا من بعد ما جمعتها بالنسبه للدقيق كفاتني 250 غرام. فالمهم تحطوا 250 غرام قدامكم، وكتبقى على حسب داك الحجم ديال البيض والنوعيه ديال الزبده. المهم راه ما غاديش تفوتوا 250 غرام. كما شفتوا البنات انا كنطلقها، بالنسبه لليمون انا اللي عندي ما يعني مربعين، فغادي نحتاج هكا مربعات باش غادي نلبس بهم داك الليمون. هنا قطعت مربعات اكثر من القياس ديال المول ديالي. عندكم ليمون دايرين غتقطعوا يعني واحد الساق اللي يكون اكثر من الليمون ديالكم. صافي غادي نحاول نلصق هاد العجينه هذه في هاد القوالب. قوالب اكيد ما كدهنوهم، ما حنا خدمنا بالزبده، الا خدمتو شي بات مثلا كتكون بزيت ضروري دهنوهم. هاد لاباط هادي تقدروا تخدموا هاد لي فون هادو، تصوبوهم وتخليوهم في الثلاجه من التحت، وفوقاش ما تبغيو تعمروهم يعني كتستعملوهم. دابا غنحيد هاد الزوائد. صافي البنات، غادي نستمر بنفس الطريقه نعمر لي مول ديالي كاملين ونرجع معكم. صافي البنات، غادي نتك هنا بواحد الفرشات وغادي ندير الفران يسخن على 160 درجه، نخليه يسخن شي شويه وكندخلوهم يطيبوا. الوقت اللي يكون الفران كيسخن ديرهم هما في المجمد غير واحد تقريبا واحد 7 دقائق صافي كتدخلوهم.
بالنسبه للتفاح انا عندي 3 ديال الحبات ديال التفاح مويان، يعني ما يكونوش كبارين بزاف. عندي معلقه كبيره ديال الزبده وجوج معالق متوسطين ديال السكر. غادي نحتاج واحد الكيس ديال الفاني او القرفه اللي بغيتو. صافي غنديرهم على نار حتى كيتعسل ليا التفاح مزيان. صافي غنمشي معاه هكا حتى كينشف ليا مزيان داك الزبده والسكر وكيتعسل، وكطفو عليه وتخليوه يبرد. صافي البنات هنا بعد ما تحمروا ليا صافي ما تعطيهمش تحمر بزاف يعني باش ما يجيكمش يابسين. صافي البنات هنا زولتهم القوالب، وبالنسبه للحشوه غادي نوريكم باش غادي نعمر. هنا البنات الكريب باتيسير وجدتها، حيت غير ديك العاديه ما فيها لا بيض لا والو، يعني كندير كاسونس ديال الحليب مع معلقه كبيره ونص ديال السكر، معلقه كبيره ونص ديال بودره الكريم باتيسير، كيس ديال الفاني، معلقه صغيره ديال الزبده، كنديروها تعقد وكنخليها على جنب باش تبرد. وهنا التفاح ديالي من بعد ما تعسل كتخليوه توا على جنب باش يدفى شويه، عاد ديك الساعه كتعمروا لي فون ديالكم. خليت البنات هاد الكريمه وضعتها في واحد الكيس. كريمة البنات ضروري تكون باردة. هنا ناخذ هاد التفاح تقدروا ديروا اي فواكه الا بغيتوا، هكا الفواكه ديال فريز كيوي بنان اللي بغيتوا، هادو كتخليهم حتى للثالث بغيتوا تقدموهم وزينوا بهم. هنا البنات غادي شويه ديال اللوز، فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الميني طارت ديالنا، كيجيو بهذا الشكل كما شفتوا. زدتهم واحد شويه ديال صوص كراميل من الفوق، واحد رشه ديال السكر الثقيل، متزيين ديروا اللي عندكم. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم، غنقسم معكم شوفوا الداخل ديالهم. هانتوما البنات هذا الشكل ديالها، كتجي بهذا الشكل هذا، راه زوينه بزاف وغادي تعجبكم لاباط وحتى الحشوه كما شفتوا، يعني سهله زوينين. جربوهم بالتفاح غادي يعجبوكم. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديده، مع السلامه.